والآن تذكروا يا سنافري، الغابة حول مدرسة مأوى المشعوذات خطيرة جداً. لسوء الحظ أنه المكان الوحيد الذي نجد فيه البندق العجيب. سنسنفر ما تحتاج إليه. تذكروا أن المأوى هو مدرسة للمشعوذات، لذلك اختبئوا جيداً يا سنافري. سنفعل بابا سنفور. والآن انتبهنا أيتها التلميذات، ما هو العنصر الأساسي الذي إن تم لمسه يسلب المشعوذة قوتها لسنة كاملة؟ هل يعرف أحد؟ بريندا؟ دعيني أفكر. دقيق الشوفان؟ لا لا، ماجدالينا؟ العناصر الأربعة الأساسية هي الأرض والنار والهواء والماء، والعنصر الذي يسلب قوة المشعوذة طوال عام كامل هو الماء. جيد جداً. إذن عندما تتخرجنا وتخرجنا إلى العالم الحقيقي لنشر الكره والشر، تذكرنا أن تبتعدنا عن المطر ولا تستحممنا أبداً. إذن كان هذا كل شيء لليوم، يمكنكن الانصراف. ما عداك أنت بريندا، أريد منك أن تبقي بعد الصف. لقد خاب ظني بك كثيراً بريندا، أنت تصبحين مشعوذة سيئة جداً. ظننت أنه علي أن أكون سيئة. نعلمهن القوى الشريرة، سيئة ليست كلمة جيدة. جيدة جيدة؟ لم أرى هذه الكلمة أبداً في أي من كتبي، ماذا تعني؟ انسي أنك سمعت هذه الكلمة. حاضر سيدتي. سأعطيك فرصة واحدة أخرى، أريد منك أن تحولي طائراً غريداً إلى وطواط قبل غروب الشمس. إذا فشلت فستواجهين أكثر قدر محرج بالنسبة إلى مشعوذة، وهو الطرد. ماذا؟ الطرد؟ حسناً سيدتي، سأبذل أفضل ما عندي. لا، ليس أفضل ما عندك، بل أسوأ ما عندك. تعلمي أن تكوني شريرة، وإلا فستقع عليك شعلة من النار. تعلمي أن تكوني شريرة، وإلا فستنفتح الأرض وتبتلعك. تعلمي أن تكوني شريرة، وإلا فلن تتخرجي. تذكري أنني سأراقبك عبر كرة البلورية. حاضر سيدة نارلي. يا للهول، في هذه الأيام تواجه الفتاة من دون شهادة صعوبة في إيجاد وظيفة مناسبة. أوه، هذا طائر غريب، سأثبت للسيدة نارلي كم أنني شريرة. سأبدأ. فليتحول الطائر إلى وطواط شنيع. أوه، هذا لم يكن شريرا كفاية. أوه، ماذا سأفعل بتلك الفتاة؟ أوه، هذا طائر آخر، هذه المرة سوف أنجح. فليتحول الطائر إلى وطواط شنيع. أوه، حسناً، على الأقل كان هذا أكثر شراً مما سبق. أوه، ماذا تخالين نفسك فاعلة؟ ستغضب منك كثيراً الأم الطبيعة عندما تكتشف أنك تحولين الطيور الجميلة إلى ضفادع. كان حادثاً، كنت سأحوله إلى وطواط. أوه، حسناً، هذا أمر مختلف. مع ذلك، ما فعلته لم يكن تصرفاً جيداً. يفترض ألا يكون جيداً، كان يجب أن يكون شريراً. شريراً؟ لما يريد أحد أن يكون شريراً؟ أنا مشعوذة، ماذا سأكون غير ذلك؟ تصرفي بشكل جيد. تلك الكلمة مجدداً، أتمنى لو يخبرني أحد ماذا تعني كلمة جيد. تعني أن تكوني لطيفة مع كل المخلوقات وودودة، كما تعني أن تهتمي جيداً بصحتك. ما زلت أجهل ماذا تعني كلمة جيد بالضبط. ربما من الأفضل أن يشرح لك بابا سنفور معناها. بابا سنفور؟ انتظري قليلاً سنفورة، لا أظن أن بابا سنفور سيعجبه أن نحضر مشعوذة إلى القرية. أنت مخطئ قوي، سيكون بابا سنفور أول شخص يوافق على مساعدتها لتكون جيدة. إذن بابا سنفور موجود حقاً. إذا تمكنت من القضاء على ذلك السنفور الأزرق الصغير فسيكون هذا مفيداً لسمعتي. كل ما علي فعله هو السماح لسنفورة بأخذ بريندا إلى القرية.
فأحصل على ثروة كبيرة. أنا آتي يا بابا سنفور للقضاء عليك. هذا عمل غير مقبول يا سنفورة. أولاً، يكفي بابا سنفور عناء تعليمي أنا كيف أكون مشعوذاً. ثانياً، المشعوذات مخلوقات جاهلة، لن يتعلمنا أبداً التصرف بشكل جيد على ما يبدو. أوينكس ماكسيموس. ها؟ هل هذا مفكر أم إنه حيوان؟ ولا أدراني، أنا مجرد طفلة. حسناً، أعيديه إلى طبيعته في الحال. لا أقدر، هذا ليس شريراً. حسناً، يستطيع بابا سنفور أن يحوله. آمل ذلك. أتوقع أن تمطر خلال يوم أو يومين مزارع. لا أدري بابا سنفور، بحسب الورم في إصبعي لن تمطر قبل أسابيع. يا للسنفرة مفكر، ما الذي حدث؟ هذه المشعوذة الصغيرة حولت مفكر إلى حيوان بابا سنفور. مشعوذة؟ ما الذي تفعله هنا؟ أحضرت بريندا إلى القرية لتعلمها كيف تكون جيدة بابا سنفور، لكن مفكر أهانها والآن هي. فهمت. حسناً، أن يكون المرء جيداً أمر سهل، سيشعر بهذا في قلبه. تعالي معي بريندا، سأشرح لك ما هو التصرف الجيد، وأنا أحضر شيئاً لأعيد مفكر إلى طبيعته. في هذا الوقت مزارع، جد بركة من الواحل لمفكر ليهدأ فيها. يسعدني ذلك بابا سنفور. إذن بريندا، التصرف الجيد يعني التفوق والقيمة والفضيلة والجدارة أيضاً، ونوعية جيدة وطريقة عيش شريفة. باختصار، الجيد يعني مسنفر. جيد، إنها جائزة. أتعرف يا مفكر، لطالما تساءلت كيف يكون المزارع البشري؟ يطعم الدجاج ويحلب الأبقار وتتمرغ في الوحل. حسناً مفكر، أتى بابا سنفور، سيعيدك إلى طبيعتك. هل رأيت قوي؟ كان يجب أن يلاقينا إلى هنا مع تلك الطيور الغريدة. أنا هنا بابا سنفور، لم أجد الطائر الغريد الذي حولته إلى فراشة، لكن وجدنا هذا الضفدع. مخيف. لا تقلق خائف، سيعيده بابا سنفور إلى طائر غريد على الفور. أنا أخاف منه أيضاً. أحتاج إلى بلوطة طازجة لأنتهي من التعويذة. خائف، أريد منك أن تتسلق الشجرة وتحضر لي واحدة. أتسلق إلى فوق؟ أنا سأفعل بابا سنفور. لا، أظن أنها ستكون تجربة جيدة لخائف. تجربة جيدة؟ يحاول بابا سنفور أن يعلم خائف درساً لمصلحته الخاصة. هذا ليس جيداً. كن حذراً خائف. التقطها. عمل جيد يا قوي، أرجوك انزع القشرة عنها وأعطني إياها. أولاً، سنجرب التركيبة على الضفدع. حسناً مفكر، إنه دورك الآن. من تظنين نفسك؟ أنا السنفور مفكر، لم أختبر يوماً مثل هذا الموقف المحرج الذي تسببت به. كما يقول بابا سنفور دائماً، التعويذ الشريرة والسنافر لا يختلطان. التعويذ الشريرة والسنافر يختلطان عندما أريد ذلك. اهربوا يا سنافر الصغار. بالإضافة إلى ذلك، مهلاً، انتظروني. لا أصدق، لقد هرب بابا سنفور. يا ويلي، مشعوذة كبيرة. هل قال بابا سنفور إنها ستكون تجربة جيدة؟ يا ويلي، لقد أمسكت بخائف. بابا سنفور، أعرف أنه يمكنك سماعي، سلم نفسك في مأوى المشعوذات، وإلا فلن ترى هذا السنفور مجدداً. بابا سنفور، النجدة. يجب أن ننقذ خائف. ماذا عن مفكر بابا سنفور؟ من السهل إبطال تعويذة مشعوذة صغيرة، لكن من الصعب إبطال تعويذة مشعوذة كبيرة. أحتاج إلى الصفحة من كتاب تعويذها. قوي، أريد منك أنت وسنفور أن تأخذ الطائرة وتدخل مأوى المشعوذات من دون أن يراكما أحد، وأنا أذهب مع بريندا. فكرة جيدة بابا سنفور، سأحاول أن أجد لمفكر بعض الحبوب أو شيئاً ما. تعال بابا سنفور، تعال بسرعة إلى مكان هلاكك. حان الوقت أيها العجوز الصغير، تعال إلى معلمتك، سأعلمك درساً أو درسين. هبوط جيد. كان جيداً صحيح؟ حسناً حسناً حسناً، أخيراً عرفنا أن الشر فعلاً أقوى بكثير من الخير.
هذه هي فرصتنا. أنا سعيد جدا برؤيتكما. بسرعة، هذه هي الصفحة التي نحتاج إليها. احذري. عجبا، الطريق طويلة إلى الأسفل. ستعرف كم هي بعيدة بعد أن أحول تلك الشجرة إلى ثعبان. أنت بخير بابا سنفور؟ أجل بريندا، كانت التعويذة التي ألقيتها قوية. لقد تبللت، ستخسر قواها طوال عام كامل. سأنتقم منك بابا سنفور عندما أجف، صدقني. متى حصل ذلك؟ دعوني أقول ومن دون أي تحفظ إنني لا أريد أن أرى هذه المشعوذة الفظيعة طوال فترة تواجدها في قريتنا، وآمل ألا تطيل البقاء. أحببته أكثر عندما كان دجاجة. ماذا ستفعلين الآن بعد أن توقفت عن كونك شريرة؟ سأسافر إلى كل أنحاء العالم وأقوم بالخير بعد أن علمني بابا سنفور ذلك. أوه بريندا، إنه ذلك الطائر الغرين الذي حولته إلى فراشة. إنها فرصة جيدة لتختبري نظرتك الجديدة إلى الحياة بريندا. طبعا بابا سنفور، انظر. كان ذلك جيدا بريندا، جيدا جدا بالفعل.